في بي في دي بلس ار على تي بيساوي اس سكوير. طبعا الكلام يعني ايه شويه حروف، فتعالوا نفسر الحروف دي عباره عن ايه. اول حاجه بيقول لك اسمها فيجن، فعشان تبتدي ان انت اصلا تشوف ايه، تاخد القرار بتاع الكارير وتوصل ان انت تبقى ناجح ومبسوط في الكارير بتاعك، لازم اول حاجه تعملها ان انت تو نو يور سيلف، تعرف نفسك. يبقى عندك فيجن، عندك رؤيه. طب عندي رؤيه في ايه؟ عندي رؤيه على نفسي، عندي رؤيه ايه اللي بحبه وايه اللي ما بحبوش، عندي رؤيه ايه التالنتس بتاعتي او ايه السكيلز بتاعتي اللي انا حاببها، عندي رؤيه ايه اللي انا عايزه، عايز اشتغل ايه او ايه المجالات اللي انا ممكن اكون مهتم ان انا اشتغل فيها، اعرف ايه تاني على سبيسيفيك كارير جول او وات از امبورتنت. يعني مثلا لازم كل واحد يبتدي يفكر انا عايز اشتغل في شغلانه فيها مثلا بتانفلنس اذرز او بتاثر في الاخرين، فيها شغلانه مثلا ان هي بتطور البني ادمين، او اشتغل شغلانه بتساعد على ان احنا مثلا في الكوميونتي نبقى احسن في الناس اللي حوالينا، او اشتغل شغلانه فيها كرياتيفيتي وفيها جنريتنج ايدياز وفيها افكار جديده وفيها ان انا اطلع افكار، او فيها شغلانه ان انا ابتدي ان انا اتفاوض وابتدي ان انا اسوق لمنتجات معينه. لازم ابتدي اشوف ايه انا السكيلز اللي حاببها، ومش بتكلم هنا على الشطاره، مش بتكلم على السكيلز اللي انت شاطر فيها او الحاجات اللي انت شاطر فيها، انا هنا بتكلم على ايه اللي انت حابب تشتغله، لان الشطاره محتاجه منك ان انت تتعلم، والتعليم عادي هتاخد كورسز، هتبتدي ان انت تنزل مثلا تاخد انترنشيبس او سمر تريننجز ببلاش علشان تبتدي تتعلم، ولكن في الاخر انت محتاج عندك رؤيه انا عايز ايه وايه اللي يبسطني، انا مين. لازم عندي رؤيه تو نو يور سيلف، انا شخصيتي عامله ازاي. في شخصيه بتحب التفاصيل، فده لو راح اشتغل في شغلانه فيها تفاصيل وفيها ديتيلز هتبسط، لكن في شخصيه تانية ما بتحبش التفاصيل، لو اشتغل في شغلانه فيها تفاصيل هيبتدي ان هو يحس لا ايه ده انا مش مبسوط، لا ده تفاصيل زياده عن اللزوم، ايه ده انا ما قرفان. كل واحد شخصيته بتؤثر في انبساطه او في الشغل، فبالتالي بنتكلم على ان انت لازم تبقى عارف نفسك كويس جدا، عارف ايه اليونيك تالنتس بتاعتك والسكيلز، والحاجات دي ممكن تساعدك كتير ان انت لما تيجي تاخد قرار تبقى عارف والله انا بحب الحاجات دي، هشوف الشغلانه فيها الحاجات دي ولا لا. وفي الاخر ان شاء الله بعد ما اخلص هبعت لكم على تشاتنج تو لينكس لفري اسسمنت، واحد ليه علاقه بالشخصيه والتاني ليه علاقه بالقيم بتاعتك او ليه علاقه بالكارير انترست بتاعتك. الكارير انترست اللي هي الاهتمامات الوظيفيه، ده بيساعد التو اسسمنت دول او الاختبارات دي بتساعدك ان انت تعرف نفسك اكتر، لان مستحيل تعرف تاخد قرار من غير ما تكون انت عارف نفسك الاول، عشان تعرف اذا كان القرار ده هيبقى مناسب ليك ولا مش مناسب ليك. فاول حاجه لازم يبقى عندك رؤيه، لازم يبقى عندك فيجن. بس طبعا الرؤيه لوحدها مش كفايه، ممكن يكون واحد عارف نفسه كويس او عارف نفسه كويس او هيعرف نفسه كويس وايه اللي هو بيحبه وايه اللي هو ما بيحبوش، بس في الاخر انا محتاج مع الرؤيه محتاج حاجه تانية. ايه اللي انا محتاجها؟ ودي تيجي دور البي اللي هي البلان. رؤيه من غير خطه هتصبح رؤية زي ما هي، أو زي ما بنقول إيه الفرق بين الدريمز والجولز. الدريمز هو دريم، حلم أنت عايز تحققه، ولكن الجول هو حاجة أنت نزلتها لأرض الواقع عشان تبتدي أن أنت تنفذها. فبالتالي الفرق بين الجول والدريم هو التايم لاين، يعني أنت حطيت للجول ده وقت، قلت أنا مثلا أنا حلمي أن أنا أدرس مثلا ألماني، ده ممكن يكون حلم عندك، لكن لما تحدد له وقت أصبح جول. ليه؟ لأن بقى فيه تايم. هنا دي نفس الفكرة، انت عندك فيجن، عندك رؤيه، انا حابب اشتغل في المجالات الفلانيه، او انا حابب اشتغل بالمهارات الفلانيه، او انا شخصيتي كذا، انا عارف انا عايز ايه. ولكن في الاخر اللي انت عايزه ده لو ما تحطلوش خطه مظبوطه انت ممكن اللي انت عايزه ده ما يتحققش قدام او ما توصلوش. ليه؟ لان رؤيه من غير خطه هتصبح رؤيه فقط لغير، هتفضل موجوده في حيز الدريم، حيز الرؤيه بتاعتك، مش هتتحط على خطه اكشنز يعني. طب ايه في البلان؟ اول حاجه ابروكسيميت تايم، وقت معين انت عايز تنفذ فيه الخطه. فالخطه لازم اولا تتحط ايه الستبس اللي هتعملها وايه البلان او ايه الجولز وايه البلان وايه التايم بلان والوقت اللي انت هتنفذه. تاني حاجه ليست اوف سبورت اند ريسورسز يو ويل نيد تو اكزكيوت يور بلان. دي معناها ايه؟ احنا يا جماعه مش يعني احنا مخلوقين كلنا مختلفين او عندنا ريسورسز وسبورت سيستمز كتير حوالينا، محتاجين ان احنا نشوف ايه السبورت اللي احنا محتاجينه من الناس اللي حوالينا، سواء كان اصحابنا، اهلنا، قرايبنا، اخواتنا، ايا كان. ناس معارف دلوقتي في الايفنت، انت عملت نتورك وبتشوف ناس كتير، الايفنت ده فيه اكتر من 3000 بني ادم، فبالتالي انت ممكن تعمل
نتورك مع الناس اللي هنا، تبتدي تتعرف على سبيكرز معينين، تبتدي تعمل نتوركينج معينه عشان تبتدي ان انت تاخد السبورت اللي انت عايزه لتنفيذ خطتك. محتاج تحط خطه للرؤيه بتاعتك. فادي اول او تاني حرف فيجن، وبعد كده بلان. طيب ايه اللي بعد كده عشان احقق الاس سكوير؟ اللي بعد كده حاجه اسمها دي. دي يعني ديسيبلين. ديسيبلين يعني ايه؟ يعني حاجه ليها علاقه ريزيستنس او المثابره، اللي هو اللي بنسميه الالتزام، او ان انت بني ادم بقى ملتزم. بمعنى ايه؟ بمعنى يا جماعه هي الدنيا مش ايزي از اللي انا بقوله ده، اللي هو اعمل رؤيه اعمل خطه اكيد هتوصل. مفيش حاجه بالسهوله دي، ومفيش حد قال ان الحياه لازم تبقى سهله. نو وان سد الرؤيه بتاعتنا ونحط الخطه بتاعتنا، محتاجين نتعلم شويه ليها علاقه بان انا لما اقوم اعرف اقع تاني. فبالتالي هتقابلني صعوبات، هتقابلني تحديات، هتقابلني تشالنجز، هتقابلني حاجات كتير قوي. هبتدي ان انا ماشي على خطه معينه، يبتدي الخطه تتغير. ليه؟ عشان حاجه حصلت. فبالتالي بنشوف ناس كتير قوي بيحصل لها شويه دروبس في حياتها او في الخطه اللي كانت عاملاها، عشان حصل اي حاجه، موت شخص معين، مثلا ما عرفتش اوصل للكورس الفلاني عشان معيش فلوسه، ما عرفتش اخش المجال الفلاني عشان دخوله بقى صعب ولازم التحضير ليه بصعوبه ولازم احضر ليه كتير جدا وبياخد وقت. فبالتالي كل الكلام ده انتم محتاجين ان انتم تفكروا بحته ايه؟ انا لا محتاج ان انا ابقى عندي ديسيبلين وعندي اللي بتسميها بقى دلوقتي الحاجات اللي انت محتاجها. محتاج ان انت تكون فلكسبل. يعني ايه؟ لو الخطه اتغيرت او انت كان نفسك تعمل حاجه في وقت معين والوقت جه ولسه ما حققتوش، كلنا بنبتدي بالظبط زي مثلا ما انت تكون نفسك تشتغل في مجال معين، تلاقي ربنا بعت لك مجال تاني يقول لك الحق ده في شغلانه في كذا، وناس كلمتك وقالت لك في شغلانه معينه. الشغلانه دي لو انت شايفها كويسه وبتماتش يور سكيلز واللي انت حابه، روحها. ما فيش حد اسمه انا هشتغل مهندس وخلاص، او يا اما اخش هندسه يا اما ما اخشش، او يا اما اشتغل انجينير لما اتخرج يا اما لا، او سيلز ولا لا، او ماركتنج ولا لا. احنا كلنا ننفع في مجالات كتير. وسعوا الاوبشنز بتاعتكم عشان في الاخر ما تبقاش انت بتلمت يور سيلف. يقولوا لك او يقول لك ان في فرصه موجوده، او ان انت تقدم السي في بتاعك او كده. والامبلويمنت فيرز، وبالتالي ان هنا امبلويمنت فير يعني فرصه كويسه ان انت تلاقي في اوبورتيونيتي. لو مش عارف ايه الكارير اللي عايزها ومش مشتت شويه و اهتماماتي بكذا حاجه، تيجي النهايه تفلفل الحاجات اللي هي عايزه تعملها وتتبسط، فبالتالي مفيش ادنى مشكله خالص ان انت تكون بتحب اكتر من حاجه. الفكره كلها ان انت محتاج تشوف ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها دي وبتبسطك.